في يوم أحد العنصرة أطلقت فضائية نورسات المكتب الإقليمي في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين موقعها الإلكتروني لإخبار الجديد نورسات الأردن، حيث تزامن انطلاق الموقع مع ذكرى تأسيس الفضائية، وقد نظم حفل بالمناسبة في قداس إلهي ترأسه سيادة المطران ويليام الشوملي مطران اللاتيني في الأردن، حيث بارك رؤساء الكنائس في المملكة ذات الرسالة الإعلامية المسكونية المسيحية. وقال المطران الشوملي خلال الاحتفال الذي حضرته الدكتورة باسمة السمعان وجمع من الأخوة المصلين: نشكر نورسات على حضورها الدائم وخاصة إبان فترة الحظر وتعليق الصلوات في الكنائس. وقد جاء إعلان انطلاق الموقع وسط تصفيق حار من الحضور، هذا ويتولى منصب رئيس تحرير الموقع الدكتورة باسمة السمعان بمعاونة نخبة من الآباء الكهنة الكتاب والمحررين، بالإضافة لفريق نورسات الأردن العامل في المكتب الإقليمي والمراسلين الصحفيين خارج الأردن. بمناسبة عيد العنصرة أراد موقع نورسات أن يطلق الموقع الجديد المحدث اليوم، فنكبس على الزر، وبهذه المناسبة بدنا نشكر هذا الموقع والقائمين عليه لكل الخير اللي بيعملوه واللي عملوه، خصوصاً في الفترة اللي كان فيها حظر على الكنائس، كان الكل بيفرح.